أميرة، وبعدين هنقرأ بيان النيابة فيما يتعلق بالتحقيقات في واقعة بسنت. بس أميرة تفضل. يعني أنا مختلفة معاك يا أستاذ عماد، أنا شايفة إن إحنا كده بنكبل أصحاب الشركات. يعني فكرة إنه حتى بعد 4 سنين يتحول هذا العقد لعقد دائم، وبعد كده أنا ما أقدرش أفصله غير للأسباب دي، وحالة إن أنا لو فصلته للأسباب اللي موجودة دي، وغير كده يلجأ للقانون عشان خاطر يفصله، أنا كده كصاحب عمل تفرض الراجل ده ما بيشتغلش، ما بيمديش حضور، مش قادر أقيمه. الشروط اللي قالتها لميس هي دي بفصله على أساسها. لا، في شروط تانية، منها إنه ما بيقديش عمل، ومش بس إنه لا، هو ده مكتوب في الشروط، مكتوب على فكرة في الشروط. في تقييمات يا استاذ عماد، يعني في جزء له علاقه بتقييم الاداء، هذا الرجل لا يؤدي. انما فكره ان انا صحيت مزاجي متعكر فبفصله دي مش موجوده. لا في يعني احنا ليه مش بنشيطن كل الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص على فكره ان هو يصحى من النوم هيبقى مزاجه متعكنن كده الصبح، فهيقرر ان هو يفصل نص الناس. انا هقول لحضرتك، انا اسف، انا اشتغلت 10 سنوات في دبي في مؤسسه البيان للصحافه، عقد محدد، عقد سنوي وجدد، وفي كل الصحافه في كل الخليج هذا الكلام، الناس بيتمسكوا طالما ان انا بشتغل كويس، الناس متمسكين بيا والامور ماشيه كويس. لا، وده هيفضل. طيب، بالمناسبه هيفضل ده الحال، يعني في حاله وجود هذه الماده الناس هتستسهل ان هو هتعمل عقود مؤقته، وقبل الـ4 سنين هيفصله يومين ثلاثة ويرجعه، او هيرجعه تاني، وده بيبقى فيه تحايل على القانون. ليه؟ عشان انا بحط له شروط ليها علاقه بان العقد ده كمان اذا تحول دائم هيبقى ليه مكتسبات تانية في المقابل. انا مش هقدر اخد الفصل ده في حاله ان هو السنه ما خلصتش، انا دلوقتي عامل عقد محدد المده مع العامل والراجل شغال، لازم احترم العقد السنه، والا هيتحول الامر انه تفرض بقى ما بيشتغلش، افصله بالشروط اللي قالتها لميس. اذا كانت الشروط دي فيها شروط تانية زي ما بقول لحضرتك، ما بيشتغلش تقييمه، وده اللي بيحصل في كل الشركات حاليا الخاصه، ان في ناس بتقيم الاداء، ده جزء من طبيعه العمل.